هذا البرنامج برعاية برحب بكم مرة تانية. أهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا. موضوعنا دلوقتي موضوع ما يعني الحقيقة كلنا بنقابل بعض أي ما فيش حاجة في الدنيا ما بيشتكيش منه، زيادة الأسعار. الدنيا زادت قوي وإحنا عارفين إن دي مرحلة، بس المرحلة دي الحقيقة ما كناش متخيلين الأسعار هتزيد بهذا الشكل الجنوني. لازم يبقى في حد، لازم يبقى في رقابة، لازم يبقى في حاجات كتيرة جدا. مش عارفين الموضوع هيتعمل إزاي، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على حاجة مهمة أو مقترح ممكن يحل أزمة كبيرة جدا، وضع السعر على المنتج. ده ممكن نعمله ولا مش ممكن؟ ده هنتكلم فيه مشاهدينا الكرام مع ضيفنا الكريم أستاذ رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. بداية قبل ما نتكلم على هذا الموضوع، أنا عارفة إن في يمكن قرار دلوقتي أصدره وزير التموين بربط ثلاث سلع في بطاقة التموين. عايزين نقول الخبر الحلو ده الأول وبعد كده بقى نتكلم في الحاجات التانية. هو حقيقي القرار رقم 8 لسنة 2017 أصدره الوزير في 18/3. القرار ده يعتبر إصلاح لمنظومة التموين أو دمج ما بين منظومة التموين القديمة ومنظومة التموين الحديثة. طبعا احنا عارفين إن منظومة التموين اللي هي صدرت في 2014 ألغت تخصيص سلع بعينها مخصصة للأفراد. طبعا بناء على التطورات اللي حصلت والأوضاع الموجودة من اختفاء بعض السلع والأزمات الموجودة ووجود أكتر من سعر للسلع، احنا عندنا السكر في التموين ب8 وبره ب10 ونص، ده اللي هو الرسمي. طبعا بيتباع بأكتر من كده. الزيت ب12 بره برضه نفس الحكايه زياده. طبعا في بعض التجار بيحجبوا بعض السلع دي، بيروح المواطن يصرف في التموين يقول له لا ما عنديش سكر ما عنديش زيت، خد ما تاخدش الكميه كافيه او كامله، بيديله اي حاجه ثانيه. المواطنين بدات تبحث على السلع، احنا عارفين دي سلع استراتيجيه، سلع هامه ما بيستغناش عنها اي بيت. نعم. صدر القرار وانا اعتبر قرار جيد، بيلبي حاجة المواطن، بيوفر له السلع الأساسية اللي بيستهلكها وبيحتاجها. دي طبعا دي من ناحية المواطن. من ناحية الدولة طبعا الدولة أهم حاجة بالنسبة لها راحة المواطن وتلبية احتياجاته، فطبعا برضو دي بتسد ركن من الأركان الخدمة اللي هي الدولة مقدماها. الشيء الأهم دي بتحد من عملية التلاعب مع من التجار. التاجر دلوقتي هيتم تسليم السلع بحساب أو بكمية معينة من المكتب حسب الكمية اللي بيصرفها من بطاقات التموين، وبناء عليه مش هيقدر يتلاعب أو مش هيقدر يخفي سلعة أو يعمل عملية تسريب للدعم. طبعا دي انا شايف انه بيحقق ثلاث فوائد. الفائدة الأولانية بيحد من تسريب الدعم، اثنين بيوصل الدعم لمستحقيه، ثلاثة بيلبي حاجة المواطن. طبعا اخر حاجه بنقولها انه السلعه دي 8 و12 8 سكر 12 زيت 6 ونص رز، دول 26 ونص جنيه. طبعا احنا عارفين انه دعم الفرد 21 جنيه، المواطن هيدفع 5 جنيه ونص. تمام. وان كان الوزير كان صرح وقال انه هو مش هيقدر يزود حاليا في الدعم، لكن كنت اتمنى انه الثلاث سلع ياخذهم المواطن بما يعني رفع الدعم. يصل ل 26 جنيه ونص بحيث انه ياخذ الثلاث سلع دول مجانا. لكن على اي حال قرار في صائب وفي مصلحه المواطن. الحته برضو اللي عشان ما تنساش دي برضو بتساعد
على انخفاض الطلب على السلعه دي خارج منظومه التموين. المواطن طالما لو عنده 4 افراد وخد له 4 كيلو سكر، 4 كيلو رز، 4 ازاز زيت، الازازه 800 جرام، اعتقد بتكفي خلال الشهر. نعم. فما بيجدش هو مش ما فيش داعي ان هو، او ما بيجدش داعي ان هو يروح يدور يشتري من بره. من السوق، من السوق الحر. فبالتالي بينخفض الطلب، يساعد على نزول زيادة الاسعار، زياده العرض ونزول الاسعار. نعم. ده بالنسبه للقرار. طيب يعني مش كلنا طبعا عندنا بطاقات تموين، فهيبقى في شريحه كبيره جدا من المواطنين هيعانوا بقى من الشراسه بتاعت ارتفاع الاسعار دي يا استاذ رفعت. اكيد. ايه سببها؟ يعني احنا عارفين ان في دلوقتي عندنا تحركات اقتصاديه في موضوع الدولار والحاجات دي كلها، لكن بهذا الشكل الجنوني ايه الحكايه دي يا فندم؟ هو ارتفاع الاسعار احنا طبعا بالتاكيد فوجئنا، وبالتاكيد ارتفاع غير مبرر، ولقينا الاسعار ارتفعت وتوالى ارتفاعها بصوره غريبه. في بعض اسباب منطقيه واسباب غير منطقيه. طبعا انا اعول الارتفاع الاساسي على غياب، او بلاش غياب، ضعف الرقابه وعدم محاسبة التجار الجشعين. في بعض الممارسات احتكارية قاموا بها التجار أدت إلى الاختفاء بعض السلع من السوق، أدت إلى زيادة. ثانيا بالتأكيد احنا بنستورد أكثر من، يعني الزيت مثلا بنستورد 90%، بعدها يعني لو قلنا في المتوسط أكثر من 65% بنستورد الحاجات استهلاكنا من الخارج. ده أثر عليه ارتفاع سعر الدولار في السوق. تعاون الجنيه وانخفاض القوة الشرائية له برضو أدى إلى ارتفاع الأسعار. ده لابد يقابله عدة إجراءات من الحكومة. نعم. يعني مش بس وزارة التموين. لابد من تعديل قانون حماية المستهلك. وحضرتك أشرت في البداية حماية المستهلك بإلزام المنتج، بإلزام التاجر بوضع بيانات السلع على العبوة، بوضع سعر البيع على العبوة، بحيث ما يقدرش التاجر طالما السعر موجود على العبوة يبقى لازم يلتزم بيها. إصدار برضو تعديل قانون الممارسة الاحتكارية أو المنافسة الاحتكارية. لابد من إصدار بعض التشريعات الموجودة حاليا أو القوانين الموجودة حاليا، لسه بنتعامل بالقانون 95 لسنة 45 وقوانين سنة 60. لا، لابد من تقديم شريحة قوانين وعرضها وموافقة حكومة عليها وعرضها على البرلمان حتى تصدر القوانين دي، بتحد من تلاعب التجار وبتعمل على ضبط السوق وضبط الاسعار في هذه الحاله. طيب احنا هنتكلم عن التشريعات دي بتفصيل اكتر استاذ رأفت، بس احنا دلوقتي حضرتك بتقول ان لازم يتم وضع يعني عمليه التسعير، مين اللي هيكون مكلف بان هو يقيم يعني المنتج اللي خارج لي ده دلوقتي التكلفه بتاعته قد ايه، والتاجر ذات نفسه هيزود قد ايه، هو مسموح له بنسبه قد ايه زياده هامش الربح بتاعه؟ بالظبط كده. ولذلك برضو في قانون اسمه قانون هامش الربح، معروف ان هامش يعني الربح. احنا عندنا قوانين كتير بس هل في عوار مثلا؟ لا، هل هي مش ملائمه ولا ايه يا فندم؟ القوانين لا تنفذ، القوانين لا تفعل فقط، او عايزين تفعيل القوانين. نعم. وتحديد هامش الربح من 20 للسلع الغير غذائيه و 25% للسلع اللي هي الغذائيه اللي هي زي الخضروات والفواكه والاشياء دي. تمام. اذا وضع التسعيره او وضع هامش الربح بحيث انه يكون من المنتج نفسه والمنتج الى تاجر الجمله وتاجر التجزئه، كل ده بتعمل له قانون وتحديد هامش الربح، اعتقد انه ده هيبقى في صالح المستهلك. ومش هنلاقي تفاوت ما بين الاسعار ما بين تاجر واخر.
مش يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها ممكن تاجر. طبعا احنا اساس سوق حر وماشيين على اساس العرض والطلب. كلما زاد الطلب وقل العرض بترتفع الاسعار. تمام. احنا طول عمرنا السوق بتاعنا سوق حر، حتى بعد التغييرات الاقتصاديه بتاعتنا دي هو زي ما هو. يعني اليات الضبط بقى، حضرتك بتقول احنا دلوقتي محتاجين رقابه ومحتاجين تشريعات، وزي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين نتكلم اكتر كده عن التشريعات. هذه القوانين موجوده، حضرتك بتقول من سنه 60 تقريبا، وحاجه من سنه 40 45 يعني في الاربعينيات دي. ايه اللي اصبح ما ينفعش يمشي او يتوازى مع ايامنا دلوقتي؟ هو طبعا بالتاكيد انه القوانين موضوعه من، لو قلنا من 50 سنه مثلا، يبقى المخالفه بيبقى انسان مخالف بيبقى له جزء او بيبقى له رادع. الجزاء لهذه القوانين غير رادع للتجار. يعني انا لما اكون تاجر يبيع ما يلتزمش بالسعر، ما يلتزمش باعلان المنتج، ما يلتزمش بالمواصفات، ما يلتزمش كده، وابص الاقي مثلا الغرامه بتاعته 100 جنيه ولا 50 جنيه ولا حاجه بالنسبه له. هيدفع الغرامه ويدفع الجزء المقرر وهيعاود نفس المخالفه، لانه احنا بنقوله من امن العقوبه اساء الادب، زي ما بيقولوا مثلا البلد ده. طالما هو امن، طبعا هو الامن بتاعه هو الجزاء البسيط، فلا بد انه تشدد العقوبات على التجار المخالفين، تشدد العقوبات على اصحاب المخابز، على اصحاب الانشطه، بحيث ان العقوبه بتبقى رادعه. ومتى كانت العقوبه رادعه؟ بدا الالتزام والالتزام بالقرارات والقوانين السائده. ده هيؤدي بالتاكيد الى ضبط السوق، وده اللي مهمنا احنا، ضبط السوق وضبط الاسعار. تمام. طبعا حضرتك ملاحظ استاذ رأفت ان الاسعار دلوقتي ارتفعت بنسبه 300%. صحيح. يعني السلعة زاد سعرها مرتين ثلاثة فوق السعر اللي احنا معتادين عليه يعني. طيب دلوقتي يا فندم عملية العقوبة، آليات العقوبة، يعني هو بيدفع 100 جنيه على سلعة هو زودها 300%. طب لما احنا هنزود العقوبة بان هنخليه يدفع مبلغ وقدره، نسبة المبلغ، ما هو زود حاجة على سلعة بسيطة، صحيح زودها فوق القدر، لكن في الاخر ممكن انا افرض يعني قيمه كبيره. ايه يعني اكيد محتاجين برضو حاجه توزن العقوبه في حد ذاتها. يعني بمعنى يا فندم ان العقوبه تبقى بنسبه، ما تبقاش رقم معين. يعني حضرتك بتقول ان 100 جنيه لتسوق التاجر الكبير او الصغير، وده في حده ظلم، ده ظلم. لكن لما تكون بنسبه، يعني انت رفعت كذا فنسبة العقوبة هنحسبها دلوقتي وهنقولك بالنسبة انت ما رفعت هناخد منك اللي انت رفعته. هل ده متاح ممكن؟ لا اعتقد ده غير متاح. يعني احنا بنتكلم على القانون بيبقى قانون سارع الجميع، سواء صغير كبير، غني فقير، تاجر كبير تاجر صغير، المخالفة هي المخالفة. ما هي النسبة واحدة، المخالفة هي المخالفة. يعني التاجر المحتكر هو احتكر 10 طن زي ما احتكر 100 طن، المخالفه واحده. انا لما بقول تشريع يشدد التشريع، مش هنقدر احنا يعني، مش هيبقى ده التزق ده، كانت المخالفه بتاعته بتساوي 1000 ولا 2000 وده 10000، يبقى القانون غير قانوننا. طبعا المساواه في ده اهم شيء بالنسبه للمساواه في القانون يعني. نعم. فاعتقد غير يعني ده مش هيبقى غير متاح. غير متاح. طيب احنا اذا كنا انا بقول اشدد العقوبات واخليها مرتفعه، بحيث انه يصعب على المخالف يكرر المخالفه مره ثانيه. ده هتبقى عقوبة بس مالية، يعني بس ان هو يغرم، لكن هل في عقوبة أخرى ممكن ان هو مثلا حبس أو كذا؟ ما فيش ده مش موجود؟ لا، ما ده دور الحكومة وده دور البرلمان.
يعني حاليا دلوقتي احنا العقوبه بتاعتنا فقط ان هو يغرم المفروض لا وفي كان حبس بس في زي كان في حبس في المخابز بس الوزير كان ايام الوزير خالد حنفي بالتوجيه الوزير واحد لسنه 2016 لغى عقوبه الحبس. لا لازم ترجع عقوبه الحبس مره ثانيه على اساس البيع بعدم الالتزام بالسعر الاسترشادي او السعر الموجود على المنتج، عدم وجود بيانات، عدم وجود عرض سلع صالحه للاستهلاك الادمي، وده فيها خطوره على حياه المواطنين، لابد برضه يكون فيها حبس. نفس الحكايه برضه بالنسبه لاصحاب المخابز واصحاب الانشطه، لابد ان ترجع تاني. وطبعا ده دور البرلمان، الجهه التشريعيه هي اللي بتشرع وبتحدد او كما يتراءى او كما يتلائم للمخالفه نفسها. تمام. عندنا قانون سلامه الغذاء بيخرج للنور دلوقتي استاذ رأفت، زي ما حضرتك عارف قانون حمايه المستهلك ما فيش كلام عنه، يعني ما فيش اجراءات، وحضرتك طبعا يمكن متصل اكتر فتقدر تقول لنا ما فيش حاجه بتنبئ بالخير في الموضوع ده. والله انا تم الحديث عن تعديل قانون حمايه المستهلك، وزي ما بقول لحضرتك انا بالنسبه لوضع البيانات على السلع ده برضه ده تعديل لقانون حمايه المستهلك، وضع سعر على العبوه او على المنتج برضه ده تعديل عليه. عايزين نفعل اكتر دور المراقبه بتاع حمايه المستهلك حتى يكون دور فعال لغايه ما تصدر هيئه السلامه، اللي هو هيكون تجميع جميع الاجهزه الرقابيه في هيئه واحده. طبعا ده شيء ممتاز وهيبقى هيزود من الرقابه ويؤدي دورها او الدور اللي كان ينقص الرقابه الحاليه موجوده حاليا. طبعا بالتاكيد كويس. ده بيتم مناقشته دلوقتي يا فندم؟ بيتم المناقشه فيه بيتم حوالي تعديله. طبعا برضو في حاجات ثانيه برضو غير قانون حمايه المستهلك. يعني حتى بالنسبه لارتفاع الاسعار. يعني في عمليه، انت عارف حضرتك احنا لابد من استغلال المجمعات الاستهلاكية. أنا عندي حوالي 487 أو ما يقارب 500 فرع المجمع الاستهلاكي في دي، لما أنا أضخ فيها كميات كبيرة من السلع بالتأكيد هتعمل توازن ما بين العرض والطلب، وخصوصا أن المجمعات الاستهلاكية لا تهدف فقط للربح، تهدف طبعا اكيد للربح، لكن هي خدميه في المقام الاول. خدميه المقام الاول، هي بتخدم المواطن. فلابد انا ابتدي افعل دور المجمعات. وانا شايف برضو في بعض المجمعات، مش كل المجمعات فيها مثلا الخضروات. لابد انه يضاف للمجمعات اللي ما فيش خضروات يضاف ليها الخضروات. انا عندنا دلوقتي في مصر 500 مجمع يعني استهلاكي موزع على يعني تقريبا كل انحاء الجمهوريه. طاقه عملها هي دلوقتي ازاي؟ ايه اللي موجود فيها؟ وايه تاني الحاجه الثانيه اللي احنا عايزينها تكون موجوده يعني نضيفها بقى فيما بعد؟ هو زي ما بقول لحضرتك، هو دلوقتي المجمع بيقوم بعمل طبعا بيصرف عمل تاجر التموين، بيعرض السلع كأي محل أو سوبر ماركت بيوجد فيه السلع. السلع فيه المفترض تكون أقل من السلع المفترض أن تكون أقل من السلع اللي بره. بتعرض فيه اللحوم اللي حاليا طبعا أنت عارف حضرتك اللحوم زادت كانت 60 أصبحت 75 جنيه بالنسبة للحوم، 25 بالنسبة للدواجن. طبعا دي عايزة زيادة شوية. يعني يمكن اللحوم متوفرة بالنسبة للفراخ بالذات، مش متوفرة بالنسبة لكل المجمعات، بيبقى فيها بتيجي بكميات مش مستمرة. النقص اللي فيها زي ما قلت لحضرتك بالنسبة لموضوع السلع اللي هي الزراعية اللي هي الخضار والفاكهة، مش موجودة في كل المجمعات. أتمنى أنه كل مجمع لابد يكون في جزء خاص بالمنتجات الزراعية، ده هيؤدي برضو
الى زياده العرض وانخفاض السعر، وكله في صالح المواطن بالتاكيد. نعم نعم. طيب يا فندم، النسبة اللي هتترك للتاجر أو لأي حد أنتج سلعة مثلا، المفروض أنها تبقى كام من قيمة المادة الخام اللي هو بيصنع منها أو الحاجات اللي استخدمها يعني في إنتاج المنتج، المفروض تبقى بنسبة كام تقريبا؟ والله هو معروف إنه الربح دايما أو الربح العادل اللي هو ما فيش بيجور على ما فيش على صاحب السلعة أو على مستهلك، بيبقى من حوالي 20 لـ25%. يعني أعتقد ده رقم عادل ورقم جيد. لو التزم به هيبقى فيه ربح للمنتج وفائدة للمواطن اللي هو مش هيلاقي مغالاة في الأسعار. نعم. يعني هي هذه النسبة اللي مقررة. لكن ده كله برضو مرتبط يعني مرتبط برضو بعملية الرقابة. لابد أن يكون في رقابة أشد من كده، ورقابة تفعل، والرقابة على الأسواق دي بتؤدي برضو دورها وتؤدي إلى وجود عملية ضبط للسوق نفسه. السوق بتاعنا زي ما حضرتك اشرت ان هو سوق حر، هل معنى كلمه سوق حر ان يبقى المحلين جنب بعض والسلعه هنا بكذا وهنا برقم تاني خالص؟ هي دي حريه؟ ده سوق المفتوح هو ده معناه يعني يا فندم؟ لا، هو دي اسمها فوضى بس. دي مش كده برضه؟ بالظبط كده. الحريه الاقتصاديه لا تعني انه التاجر بيرفع السعر كما يشاء. ولذلك في فتره من الفترات طلبنا بوضع تسعير استرشاديه بيتعمل او يتم تقنين لها قانون على اساس انها تبقى ملزمه للتاجر و يلتزم برضه بكل بنودها. التسعيره دي طبعا دي بقى هتحد من الكلام ده. اولا هتحد من الممارسات الاحتكاريه بالنسبه للتجار، هتحد من تلاعب التجار، هتعمل عمليه ضبط للسوق. هتبص تلاقي انه حضرتك ما فيش تفاوت ما بين الاسعار ما بين تاجر وتاجر واخر، لا السعر هيبقى تقريبا هيبقى متساوي. يبقى ما فيش حاجه اسمها حريه اقتصاديه انا ابيع على كيفي او براحتي. نعم. لا نعم. دي طبعا برضو يعني كل ده عايز تشريعات وعايز شغل وعايز اهتمام على اساس يتم خروج هذه القوانين للنور، على اساس يتم العوده الى الاسعار. مش هنقدر نقول زي ما كانت، لكن على الاقل بتبقى متوازنه. تبقى متوازنه، ما يبقاش مغالاه فيها او صحيح. او مرتفعه بالطريقه او بالشكل الغير مبرر، وما يبقاش الامر مستفز. يعني عارف حضرتك لو احنا لقينا ان السلعه زادت في كل الاماكن بنفس السعر، يبقى يعني الواحد يبقى مطمن شويه، حتى هو صحيح هيغرم بس يبقى مطمن. لكن ما اشتريهاش هنا بكذا واروح الاقي حد يقول لي لا ده انا اجيبها من هناك بكذا، شيء مستفز يعني حقيقي. هو يعني حقيقه، ولو انه يعني بتبقى احيانا بيتفاوت السلع ما بين منطقه واخرى على حسب العرض والطلب، يعني على حسب العرض والطلب، على حسب طبيعه يعني الريف غير الحضر، المدينه غير القريه، الحي غير الحي، في حي راقي في حي شعبي. برضو كل ده برضو بيأثر برضو على اسعار على سعر السلع، يعني مش هتبقى برضو ثابته في كل المواقع برضو. طب تفتكر استاذ رأفت ان يعني صدور مثل هذه القوانين والتشريعات هتبقى سريعه فقط على السلع التموينيه، ولا ممكن تتسع لتشمل سلع اخرى؟ لا، زي الملابس، زي السيارات مثلا. لا، مش بنتكلم على السلع التموينيه، احنا بنتكلم على لكن ما نفتكر يعني ما نتوقع او ما نطمحش اكتر ابعد من السلع التموينيه، يعني لا. هذه القوانين او الرقابه. لا بالتاكيد، ممكن تمتد شويه يعني. بالتاكيد، ما هو اصل الحاجات دي برضو ما هي بالتاكيد يا فندم. لا، من اول الطماطم والخضار لغايه العربيه يعني. يا ريت يعني. انا بتكلم على اساس يوم نتكلم على اساس انه ضبط السوق يشمل يعني الاليات اللي هتوضع توضع لكل السلع بكل باختلاف اشكالها طبعاً، يعني طبعاً. لان احنا بقينا بين يعني شقي الراحه زي ما بيتقال كده، احنا اتطحنا من الاسعار. صحيح. طيب دايما بنقرا كده على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للمقاطعه،
قطعوا دلوقتي في مقاطعه للاسماك، وقبل كده كان في مقاطعه للحوم ومقاطعه للبيض ومقاطعه لحاجات كتيره قوي ومقاطعه للسكر لما السكر كان اخذ في الارتفاع الجنوني. الحملات دي ايه راي حضرتك فيها؟ بتجيب نتيجه؟ والله هو كعمليه مقاطعه لمقاطعه سلعه تم الغلو فيها ده شيء جيد طبعا بالتاكيد. لكن الحملات ما بتجدش من يساندها، مش لاقيه الافراد اللي هم قائمين عليها ويقدروا ينشروا في كل مكان في الجمهوريه على اساس الناس تلتزم. برضه احنا لسه عندنا ثقافه المستهلك، يعني يعني ممكن انا نفسي اكتب على الفيس على حقيقه اللحمه واروح اشتري لحمه، وانا اكون واقف عند الجزار بشتري لحمه وبكتب نعم انا نفسي انه يحصل كده، بس انا مش هعمل كده. بالظبط كده لكن هو لو حصل، ويمكن انا في مره من المرات تقريبا ذكرت انه يعني حكيت حكايه من ايام سيدنا عمر رضي الله عنه، ولما اللحمه زادت وراحوا الناس قالوا له اللحمه زادت عايزين هو يرخصها لهم، ارخصها، قال اتركوها. اتركوها يعني اهجروها، يعني سيبوها عند شوف ايام الصحابه. فعلا بالفعل اللحمه قعدت عندهم عفنت طبعا باظت، رخصوها، رجعت اللحمه رخيصه. حديثا في حصل في الارجنتين بالنسبه صحه الناس، لقيت البيض ارتفع سعره بضعف سعره. بس هناك في ناس يعني عندهم ثقافه الاستهلاك وثقافه والوعي الاستهلاكي عندهم جيد. قاطعوا البيض، اصحاب المزارع بداوا يخاطبوا الناس، طيب احنا هنرجع زي الاول تاني، قالوا لا ده مش كفايه، انتوا كمان تخفضونا على المكان الاول. وده حصل فعلا حقيقي يعني معروفه طبعا يعني. فطبعا للاسف احنا ما عندناش كده، احنا بتحصل حملات كتيره وبينادي بها بعض الناس المثقفين والناس اللي هي برضو بتحاول انها تساعد المواطن وخايف على مصلحه البلد، لكن ما بتجدش من يعاونها. يعني التلبيه الشعبيه مش بالفعاليه المطلوبه. بالطريقه دي استاذ رأفت ممكن نقول ان الحملات الشعبيه ذات نفسها ممكن تؤدي دور اكبر بكتير من دور الرقابه لو كانت مفعله بالشكل حتى الملائم. بالتاكيد. للاسف الشديد احنا تعودنا، للاسف الحاجه ما كانش حاجه قرار حكومي ما بينفذش. يعني ما اعرفش ان انا وحضرتك نجتمع كده ونقول احنا هنقطع اللحمه، الجماعه اللي معانا هيتبعوا نفس، لكن لو طلع قرار يا جماعه قطعوا اللحمه لو قرار الناس هتلتزم. طبعا مش ممكن الحكومه، وخصوصا في اهو في دي بقول لك في عصر الحريه الاقتصاديه او السوق الحر، ان يصدر قرار حكومي مقاطعه السلع، ما طبعا ده مخالف لكل القوانين. كل لكن انا كحاجه شعبيه لا ممكن اعمل كده. دي طبعا دي ترجع للمستهلك. يعني انا لما قطع السمك ايه المشكله؟ مش هيحصل لي حاجه. لما قطع اللحمه نفسها ايه المشكله برضه؟ يعني وبعدين في فتره زمنيه يعني اسبوعين مش هتبقى، لا وفي سلع بديله. نعم. يعني اللحمه بروتين، ممكن الاقي بيض، مشكلة السمك ممكن الاقي، اذا كان الفراخ يعني في سلع بديله للسلع المطلوب مقاطعة عليها. المقاطعه تستلزم وجود وعي، وده بقى دور الجمعيات المجتمع المدني. لابد انها تنزل للشارع، ولابد انها توعي للناس. انا اعتقد انه ما فيش اكتر من الجمعيات المجتمع المدني حاليا موجوده بكثافه جدا. نعم. فمش دور الجمعيه انها بتعمل حفلات وصور لا، لابد انها تنزل وتمارس مهامها او الهدف من انشائها. يعني تعمل ايه؟ يعني ايه الجمعيات المدنيه دي؟ المفروض انها تعمل ايه مثلا؟ يعني ندوات مثلا تجمع الناس اللي في الحي، تعمل ندوات تثقيفيه توضح للناس الفائده من مقاطعه السلعه دي، توضح للناس انه اذا تكاتفنا واذا
وقفنا مع الحمله دي هنبص نلاقي انه الاسعار نزلت، فيها مصلحه ليا ولحضرتك والجيراني والاهلي، يبقى دي مصلحه للمواطن، يبقى مصلحه للبلد. ده دور الجمعيه اذا كان الجمعيه في المحيط بتاعها قدرت تاثر على المجموعه المشتركين فيها او الحي اللي هي موجوده بيه، بالتاكيد انه ده هيعمل عمل كبير لانجاح الحمله. تمام، يعني بحيث ان ما يبقاش بس مجرد كلام على الفيسبوك او على يعني اختلاف مواقع التواصل، يعني لا ده يبقى يعني مواجهه، ان يبقى في شخصيه نقدر نكلمه ونقول له طب احنا المفروض نعمل ايه، طب احنا نعمل خطه العمل بتاعتنا ازاي، طب مين هيرصد السوق مثلا، يبقى في اليات واضحه، مش كده يا فندم؟ ده المفروض طبعا. تمام. تمام، لكن مش عايزين احنا برضو نحط شخصيه عامه، مش شخصيه أو يعني، بس ان يبقى في يعني التحام يعني ما بيننا وبين الناس، نتكلم، يبقى في افكار. بالتاكيد بالتاكيد. نعم. هو نعم. يعني برضو دي مطلوب تبنيها من حد زي ما قلت حضرتك من المجتمع المدني، مش جهاز حكومي يعني. حد من المجتمع المدني يتبنى الفكره دي، يعني حركات مجتمعيه فقط بالظبط كده. وتبص تلاقيها انتشرت، واكيد هتأدي دورها. نعم. يعني احنا قالوا مقاطعه اللحمه، ما شفناش حد قاطع، ما شفناش فايده من المقاطعه دي، عشان ما قطعوش. قطعوا السمك برضو ما حصلش اي تاثير، او ما شفناش ان السمك سعره نزل. صحيح. الطماطم زايده دلوقتي بشكل دلوقتي وصلت 8 و9 جنيه في السوق، و10 في بعض المناطق. ممكن نستغنى عنها بالصلصه يعني. صح. لكن برضو تلاقي ست بيت لا هات الطماطم عشان الاكل يطلع حلو. يا ستي بلاش الطماطم، خليكي يعني، ده المفروض يحصل. طب خلاص يعني. يبقى ما نشتكيش بقى. اصل ما اليات ضبط السوق على فكره 70% في ايد المستهلك ذات نفسه. ده حسب درجه الوعي بالنسبه للمستهلك. احنا عايزين نرفع من درجه الوعي، نرفع من ثقافه الاستهلاك، نغير من عادات الاستهلاك نفسه بالنسبه للمواطن، حتى يؤدي او تؤتي الحملات اللي حضرتك بتقول عليها ثمارها. تمام. الثقافه الاستهلاكيه عند المواطن المصري على ما اعتقد دي يعني بشعه قوي، يعني احنا عندنا مستهلكين بدرجه كبيره جدا، وما عندناش اليات ان احنا يعني التعويض، ان ده مش موجود لا ممكن نعوض بكذا او كذا، لا اعتقد ان ده مش مظبوط عندنا، محتاج اكيد. واحنا لدرجه احنا ما عندناش بنشتري على قد الحاجه بتاعتنا برضو. انا لما اروح عند التاجر مثلا عيب لما اشتري نص كيلو، لا لازم اشتري لي 2-3 كيلو عشان خاطر ازاي انا اشتري نص. طب اشتري نص كيلو على حسب استهلاكك وعلى حسب الحاجه اللي انت محتاجها. نعم. ما تنسيش حضرتك انه في كتير من الفاقد او الهالك بالنسبه للطعام بالذات بيترمي في صناديق القمامه. تمام. طبعا ده برضو ده حقيقي استهلاك وحرام يعني. نعم. ده بيرجع طبعا لسوء الفهم. نعم. لدى بعض المواطنين. احنا اتكلمنا عن المسؤوليه المجتمعيه متمثله في الجمعيات الاهليه او المدنيه وما الى ذلك. رجال الاعمال مش المفروض يبقى لهم دور بقى استاذ رأفت؟ يعني ما يقدروش يعملوا حاجه في يعني دور ايجابي؟ لا، هو رجال الاعمال طبعا بالتاكيد لهم دور ودور فعال، لكن اذا خلصت النيه. انا افتكر طبعا في احد القنوات كان عمل مبادره عشان جمع رجال اعمال وخفض بها الاسعار، لكن كانت تقريبا شبه يعني مش اللي هي كانت مظبوطه. رجل الاعمال استفاد كتير من البلد. هو تعب وجهد طبعا وجهد، واحنا ما قلناش حاجه ومحدش بيتكلم على كده، وكل واحد طالما هو اجتهد لابد يحصل على المقابل له. لكن طالما هو اخذ من البلد لابد انه يقدم للبلد او يساعد البلد. كان في مرحله من او في وقت من الاوقات
كان تم الاتفاق على انه عدم رفع او تثبيت الاسعار لمده 3 سنين، لكن جت عمليه الدولار والتعاون الجنيه لخبطت كل الدنيا. يعني لابد انه برضه يجتمع رجال اعمال اللي يقدر وخصوصا اصحاب الانشطه او اصحاب المنتجات يثبتوا السلع، يخفضوا من هامش الربح بتاعهم، يعملوا عمليه تخفيض الاسعار او اللي هو اصحاب السلاسل التجاريه الكبيره. لابد ان او منتظر منهم ان يقضوا دور ودور هام. مين اللي ممكن ياثر عليهم في ان هم يعملوا كده؟ هل برضو المجتمع المدني؟ لا دول تقول عايزين حد كبير كده ياثر عليهم. يجمعهم كده ويقول لهم 1 2 3 اكيد هي اصل لو ما جاش من نفسه مش هي يعني مش هيجي من المجتمع المدني. يعني رجال اعمال لابد انه وليكن يجتمع معاهم وزير التموين مثلا. واخد بال حضرتك؟ يجتمع معاهم وزير التموين ويبتدي يعمل معاهم. واحنا بنمر بازمه ولازم الكل احنا كلنا بنتحمل الفاتوره، لازم الفاتوره برضو هم كمان يشيلوا جزء منها. بالظبط يعني. انا بقول لك هم اخذوا من البلد، دلوقتي البلد محتاجاهم او المواطنين دول اهلهم برضو محتاجينهم ومش هيدفعوا من جيبهم الكتير، هم هيقللوا من هامش الربح بتاعهم فقط. فلا يعني اذا كان اذا قدرنا ناخد رجال الاعمال في صف المواطن وخصوصا محدود الدخل اللي بيعاني ويقاسي حاليا من ارتفاع الاسعار، وحضرتك عارفه طبعا الايام دي ارتفاع الاسعار يعني صعبه على الجميع. صحيح. يعني لا لابد ان ينظروا برضه نظره ثانيه للمواطنين اللي هو يعتبر اهلهم يعني برضه مهما كان. تمام. طيب احنا دلوقتي هنوجه طبعا هذا النداء او يعني الحقيقه لوزاره التموين او يعني لمجلس الوزراء بشكله الكبير، يعني اذا كان هيبقى فيه جهاز قائم بذاته يجمع تحت طياته كل ما هو متعلق بالسلع الاستهلاكيه وما الى ذلك، سواء من سلامتها او صحتها او الرقابه عليها، احنا محتاجين بالفعل ان نضع التسعيره على المنتج ويكون بشكل مطبوع بحيث انها ما تكونش ورقه ملزوقه فتتشال ويتحط ورقه اخرى. محتاجين ان ده يبقى موجود ويبقى يفعل ويفعل قريبا جدا، لان ما كانش يحصل دلوقتي واحنا بنعاني في هذا الغلاء ملوش معنى بعدين. يعني السرعه في الانجاز في حد ذاتها هي خدمه او مطلب ملح ايضا كمان. ف يعني اعتقد ان ده اللي ممكن يعني نخلص بيه من طبعًا, طبعا بالتاكيد يعني هو اللي ممكن ننادي بيه او نناشد بيه ان هو يتم وضع اول حاجه تسعيره لجميع المنتجات، تسعيره استرشاديه لجميع المنتجات تكون ملزمه. مش تسعيره استرشاديه، استرشاديه المواطن يبقى عارف السعر. التاجر لو خالف التسعيره دي فيه قانون هيعاقبه. يعني مش هتبقى تسعيره، هتبقى اشبه بالجبريه يعني. لكن مش هنقول الجبريه، نقول استرشاديه. طبعا بالتاكيد انه وجود تسعيره زي كده بتستلزم انه وضع السعر على المنتج اللي هيتباع بيه للمواطن في المحل سواء صغير ولا او كبير. وبيانات اذا كان تاريخ الانتاج، تاريخ الصلاحيه، مكونات المنتج نفسه، الوزن. طبعا اهم حاجه بالنسبه للوزن انه ممكن العبوات ممكن تقل العبوه وبنفس السعر. ايوه. فدي برضو من ضمن الحاجات دي اللي هي محددات للضبط. بالظبط يعني كده. يعني لابد بنكون انه برضو اهم حاجه بتحط وزن السلعه او حجم السلعه مع سعر السلعه، ده بيساعد طبعا على ضبط الاسواق. نعم. وطبعا لكل المشاهدين الكرام، يعني انت سيدي المشاهد ايضا كمان بيدك اليه كبيره جدا لضبط هذا السوق. الشكوى لا تجدي ولن تنفع، ولكن الامتناع والاضراب عن السلع اللي ذات حدها او اللي ذات سعرها عن الحد المسموح به بايدك انت، امتنع اسبوع 2، ولازم كلنا يعني نكون متكاتفين في هذا الاجراء.
ما كانش المجتمع يعني يقف بطريقة صلبة قصاد هذا الارتفاع الجنوني من الأسعار، أعتقد ما ينفعش بقى تكلموا ولا تشتكوا، لأن الآليات في إيديكوا وتقدروا تعملوا كثير جدا. فياريت نعمل بدل ما نتكلم، هو ده الإجراء المفروض إن احنا نعمله بقى في الفترة القادمة. دلوقتي الحقيقة بشكر حضرتك أستاذ رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة، شكرا يا فندم، شرفتنا وأنستنا، والمرة الجاية تكون حضرتك ضيف عندنا واحنا بنتكلم في الانجاز اللي احنا ان شاء الله يعني تحديد السلع والاسعار وضبط الكميات وما الى ذلك. كلمه اخيره بس في دقيقه، انه مع المناداه بضبط الاسعار والتسعيره بوجه نداء للوزير التموين بزياده عدد مفتشين التموين اللي تناقصوا. انا يمكن قلتها كذا مره ولكن بقول عدد مفتشين التموين تناقصوا بصوره كبيره جدا. في بعض ادارات التامين مفرغه من مفتشين التموين، بنلاقي مفتش او اثنين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم او باعمالهم نظرا للخروج الكثير للمعاش وعدم احلال غيرهم. حتى تاتي دور هيئه السلامه وتستلم اعمال الرقابه، لابد انه في الحاله دي انه يتم زي ما تعيين بصوره عاجله. نعم. عدد من مفتشين التموين ونعطيهم الحوافز والمكافآت والامكانات التي تسهل عملهم والقيام بها على الوجه الاكمل. نعم، امر مهم جدا، ان شاء الله يكون سمعنا وزير التموين وتلبى كل هذه النداءات. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون لنا لقاء مع فقره الكبير وضيفنا الكريم ان شاء الله، هيحل علينا ضيفا في استوديو الحصاد، ولكن بعد هذه الدقائق. هذا البرنامج برعايه